إذا الآن لنبين هذه العلاقة، هذه العلاقة يجب أن نبينها. العلاقة هذه كيف نحصل على العلاقة ما بين جي اش، يعني شدة التقالة عند الارتفاع معين، و جي صفر شدة التقالة عند سطح الأرض أو سطح الكوكب الذي ندرس فيه. نعم، إذا من أجل هذا الغرض سنبدأ بما يلي. إذا عندنا لكي نبين أي شيء عندنا معطيات. إذا المعطيات شنو هي؟ المعطيات أولا شدة التقالة عند سطح الأرض كم تساوي؟ كما قلت قبيلة هي جي في ار تي أس 2. عفوا أخطأت، خطأ، كتبنا جي في كتلة ديال الأرض على الشعاع ديال أس 2، هذه العلاقة واحد. عند الارتفاع اش، عند الارتفاع اش لدينا ماذا؟ لدينا شدة التقل عند الارتفاع اش تساوي ماذا؟ تساوي جي في كتلة الأرض على ار زائد اش الكل أس 2، هذه نسميها العلاقة 2. إذا هذه شدة التقالة، هذه شدة التقالة عند سطح الأرض حيث اش تساوي صفر. أما هذه فهي شدة التقالة عند الارتفاع اش. ولو بغينا ندير واحد الرسم بسيط بحال هكا، ها الأرض، هي هذه هي الأرض، هنايا عندنا واحد شدة التقالة على سطحها هي جي صفر، وعلى الارتفاع اش هنا عندنا واحد شدة التقالة على الارتفاع اش. مثلا جسم كاين هنا، مثلا طائرة، مثلا طائرة، طائرة هي طائرة تطير هنايا، فهي تسلط عليها وزنها باستعمال شدة التقالة جي اش. أما هذه الطائرة عندما تكون على سطح الأرض، على سطح الأرض فهي مسلطة عليها شدة وزنها، وهي يجب باستعمال جي زر. إذا السؤال هو يجب أن نبين العلاقة التي نتكلم عنها، وهي هذه العلاقة التي رأينا. إذا الآن لدينا المعطى الأول، عندنا هذه العلاقة، هذه اسمها العلاقة واحد، وعندنا العلاقة الثانية. الآن إذا قسمنا هذا جي زارو قسمناه على جي اش، أو جي اش قسمناه على جي زارو، سيعطينا ماذا؟ إذا يمكن لكم أنتم تاخذوا وقت ديالكم باش تحاولوا تبينوا هذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا. إذا غادي نديرو جي اش، إذا جي اش ثم على جي زار، جي اش ثم على جي زار تساوي ماذا؟ إذا هاد الخط يبقى هو أنا عندنا جي في ام تي على ماذا؟ على ار زائد اش الكل أس 2، وهنا عندنا جي في ام صغيرة في ام تي بحالها، إذا نفس ام تي اللي كاين فوق على ماذا؟ على ار تي أس 2. هذه هي شدة التقالة على سطح الأرض، وهذه شدة التقالة على الارتفاع اش. الآن سهلة العلاقة، إلا اختزلنا، باش نختزلو نحيدو جي ونحيدو ام، جي نحيدو ام، واش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا واحد على، إذا يبقى عندنا أن جي اش على جي زارو تساوي ماذا؟ تساوي واحد على ار زائد اش الكل أس 2، هادشي كامل مقسوم على واحد على ار اش أس 2. إذا ذلك سيساوي ماذا؟ سيساوي العلاقة التالية، إذا جي اش على جي زيرو يساوي ماذا؟ يساوي واحد على ار زائد اش الكل أس 2 في المقلوب ديال اللي كان لتحت، وهي ار تي أس 2 على واحد. بطبيعة الحال سنحصل على العلاقة التالية، إذا جي اش يساوي ماذا؟ هاد جي هادي
نضيو لهاد جي نلقاو هي جي زيرو في ار تي اس اتنان على ار تي زائد ارش الكل اس اتنان. اذا حصلنا على هاد العلاقة هادي اللي هي العلاقة الأخرى التي رأيناها يا يعني نحضر دابا. هذه العلاقة اللي شنا على كل بينا أن جي اش تساوي جي زيرو في ار تي أس اتنان على ار زائد اش الكل أس اتنان. هذه العلاقة من طبيعتها خصنا تحفظ، خصها تكون ماشي غير تحفظ، خصنا تعرفها ونكونو قادرين على أننا نصيب واحدة بحالها ونحاول نبينوها انطلاقا من المعطيات اللي عندنا. طبعا الحال إذا العلاقة اللي بينا هي هذه، حاولت الآن نكبرها شوية باش تشوفوها أكثر وتبقاو عاقلين عليها وتحاول تبينوها نتوما وكتبداو من هذه العلاقة هذه. حاولوا تبداو من هذه العلاقة ونبداو بالعلاقة الأخرى اللي عندنا ديال يعني الارتفاع اش هذه هذه العلاقة هذه. إذا هذه وهذه نقسموا هذه على هذه ونلقاو العلاقة ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.